كده. طب عندك فكرة انا طلبت قبلك ليه النهاردة؟ الصراحة لا. ولا حاولت تخمن كده وانت جاي في الطريق؟ فزورة ولا ايه؟ بص يا يوسف، بكل بساطة كده، انا دلوقتي بنافس الشيمي في شغله، ويهمني اعرف اي معلومات عن الصفقات اللي بيخشها، عشان اكيد دي كمان هتفرق معايا في شغلي. وعايزني ابقى عصفورتك من غير لف ودوران؟ انا عارف انك قريب من غالية والشيمي في البزار، وانت اللي بتمشي الامور اللي هم مش عادي. الله، طب ما انت عارف كل حاجة اهو، كأنك قاعد معانا وشايفني. ما اللي قالك الحاجات دي بقى يقولك بقية الحاجات اللي انت عايزها؟ ما هو بقى اللي قال الحاجات دي كلها قمار، ما اقدرش اعتمد عليه في حاجة اكتر من كده. انما بقى انا عايز واد مفتح وصايع يعرف ايه اللي يلزمني وايه اللي ما يلزمنيش. طب وانت الكلمتين بتوعك دول هما اللي هيخلوني بسهولة كده عينك هناك؟ شوف يا معلم، في البيزنس مفيش احسن من الدغري، وكل حاجة عرض وطلب، هتعمل حاجة قصاد حاجة. والله اتفقنا مع بعض اهلا وسهلا وعلى راسي، ولو ما اتفقناش اهلا وسهلا برضه، وهعرف المعلومات اللي عايزها من اي حته تانية. طب انت مش خايف ان انا اخد الكلام ده كله واروح انقله للشيمي وغالية؟ اخاف من ايه؟ الشيمي وبنته عارفين ان احنا في عداوه ما بيننا، زائد انك هتستفيد ايه لما تروح تقوله؟ كبيرك هتاخد كلمتين شكر على خوفك وامانتك على البازار، وده يا معلم هيتنسي مع اول غلطه هتعملها. انما بقى لو اتعاملنا مع بعض اكيد هتستفيد باكتر من كلمه شكر. ها؟ تحب تاخد فرصه تفكر؟ لا، وهفكر ليه؟ دي عايزه تفكير. ما دام فيها اكتر من كلمه شكر اعتبرني معاك. صح كده، اتفضل استنيك. ها، ايه رايك بقى؟ يجنن يا خالتي، الله ينور. وعليك يا حبيبتي. عارفه يا بنتي يا سماح، طول عمري كان نفسي ربنا يرزقني ببنوتة حلوه زيك كده، البسها فستان فرحها بيتي وازفها على عرسها. اخصى عليك يا خالتي، وانا مش بنتك ولا ايه؟ ايوه طبعا يا بنت. طب ده انا ربيتك ولعبت معاكي اكتر من موكوس امك. بس برضه يعني كان نفسي بنت من صلبي حلوه زيك كده، اصاحبها وتصاحبني وتشيل همي. يلا ما تاخديش في بالك، المهم اسمعي اللي انا عايزه اقول لك عليه. قولي يا خالتي. لازما من اول يوم يا بنت جوزك تقريه صح، تقريه وانت مغمضه. اقراه يعني ايه؟ تعرفي طبيعته ايه؟ اللي بيفرحه؟ اللي بيزعله؟ بيتعكنن من ايه؟ مزاجه بيجي على ايه؟ حاكم الراجل من دول يا بنت يحب الست الشاطره الذكيه اللي تعرف هو عايز ايه من قبل ما يقوله. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه. برافو عليك يا بنت، برافو عليك. ده الرايق يا ابو نبي، ما تخليه يشوف. الله 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 الله، رايح فين يا رايق؟ رايح فين يا عريس؟ انتوا بتعملوا ايه؟ زي ما انت شايف العروسه بتقيس فستانها. فستان ايه؟ تلبسي فستان وعايز تتزف يا سماح؟ وهو ايه العيب في كده يا اخويا؟ ايه العيب في كده؟ العيب ان الواد الصغير لسه دمه ما بردش وانت بتفرحي. العيب ان صاحبتك اللي بتقول عليها زي اختك حزنانه وانت بتفرحي. عرفت العيب ولا عرفك كمان؟ يا حبيبي ده قدر ربنا، وبعدين احنا هنحكم على نفسنا بالقهره طول عمرنا ولا ايه؟ جرايه ام يوسف، انتوا جرالكوا ايه؟ ده اللي عنده كلب بيموت بيحزن عليه. عايزين نعمل فرح وهيصه وزفه. في ايه؟ طب علي الطلاق يا سامح، ما في فرح. اخر حاجه اقولها لك. استنى يا رايق، انا عارفه انت جواك ايه ومقدر، وبعدها ليا في جيجي اكتر منك يا اخويا. انا بس عايزه اطلب منك طلب، وسايق عليك النبي ما تكسفني. عايزه بس البس الفستان اتصور بيه صوره صغيره يا مين، نحطها على الحيطه ونفتكر اليوم ده طول عمرنا. وقسما بالله ما هدخل بيه الحار عشان ما اكسرلكش حلفانك يا اخويا، والمصحف ما داخله بيه. عارفه اليوم اللي ما بشوفكش فيه بيبقى احساسي فيه عامل ازاي؟ ازاي؟ نفس احساسي بالظبط لما الترجي كسبنا وصعد للنهائي. انت ما فيش في دماغك غير الكوره؟ لا طبعا، نصها بس، والنص التاني في الورشه. وانا فين بقى ان شاء الله؟ انت في قلبي يا قلبي. طب اثبت. اثبت؟ على الحرام من ديني قولي اي حاجه دلوقتي وهتتنفذ. وش ما تروحش الماتش الجاي ونخرج؟ لا، كله للماتش الجاي يا شيماء، ما ينفعش. ده طار بايت مع الغربان. غربان؟ غربان ايه يا شيماء؟ انت كنت بايته بره ولا ايه؟ بتوع الامن المركزي. الله، انت ما تعرفيش ان هم ضربونا كلنا وخدوا مننا ناس كتير ولا ايه؟ ما ينفعش ما اروحش الماتش الجاي يا شيماء، ما ينفعش. دي هتبقى معمعه، لازم اقف جنب الناس. انت بتروح تشجع ولا تتخانق وتضرب وتتضرب؟ مش خايف على نفسك؟ مش خايف يجرى لك حاجه؟ طب مش خايف يتقبض عليك؟ يا بنت الناس،
احنا مش بلطجيه جايبينهم عشان يثبتوا الناس ولا دافع لنا فلوس عشان نضرب ونكسر وخلاص. لا، المساله احترام يا شيماء، احترام. لازم الناس دي تحترمنا وتقدرنا، وبعدين بقى هما اللي بيبداوا وبيغلطوا نسكت لهم؟ لا ازاي، ما يصحش. روحوا اتخانقوا معاهم واضربوهم ويضربوكوا، واللي يقدر على التاني. ما هي فتحه صدر بقى. لا اله الا الله يا بنتي، ولا فتحه صدر ولا حاجه. طب احنا ليه لما بنروح الاستاد بنقعد نقول ايه لما الجون بيجي؟ هب. طب ليه بنقعد ندب برجلينا على الارض لما اللعيب تتقطع منه الكوره؟ مجانين احنا يعني؟ يا شيماء، بيبقى في ناس مالهمش في الكوره وبيروحوا يشجعوا بلدهم. حتى حبنا لبلدنا يا شيماء عايزين نكتمه جوانا. ما ينفعش، دي الساعه ونص بتاعت الماتش هي الحاجه الوحيده اللي بتنسينا القرف اللي احنا عايشين فيه. والمشكله بقى ان هما لا عايزين يسيبونا في حالنا ولا عايزيننا ننفس على اللي جوانا. طب نعمل ايه؟ ناكل في بعض؟ بس انا بابا خايفة عليك. ايه؟ بجد؟ والله انت ما عندك دم ولا بتحس. طب بقول لك ايه؟ انت ما جوعتيش؟ اصل بصراحة الكلام الحلو ده جوعني. ها؟ هتعزميني على ايه؟ وكمان انا اللي هعزم يعني على الرجالة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجو ده؟ خلاص هعزمك انت واهل. عايزة تاكلي ايه؟ بتزوريش. نعم؟ بتزوريش. بقول لي خربان، تقولي لي بيتزا وريش؟ حرام عليك يا شيماء، حرام عليك. طيب ماشي، بيتزا وريش. يلا تعالي. يلا. والله ده في مكان احلى، والله في مكان احلى من اللي احنا عايشين فيه. استهدي بالله يا بنت الناس، استهدي بالله. لا ما بالله، لا ما بالله، استهدي بالله. مش قادرة يا دي والله. عارف، عارف انه غصب عنك. غصب عني والله. غصب عننا كلنا. مفيش حد يعرف يعمل المصنعيه دي اليومين دول، ده شغل المستوطات القدام بتوع زمان. ما هي حماد اسماء قالت كده برضه. حماد اسماء؟ هو العقده ده بتاعك ولا بتاع حماد اسماء؟ ده شبكه اسماء، بس الوليه حماتها كانت شايلها لما ابنها يجي يشبك، يعني بتشن على دماغها حاجه. هو ورهولنا عجبنا وقرنا الفتحه على كده. طيب يا ست، ربنا يتمم بخير. امال ليه عايزه ترهنيه؟ اصل هي مقدسه اللي مطلوب مني اكتر من طاقتي، وانا نفسي افرح ببنتي واخلص بقى. ما قلناش حاجه. طب بس افرضي ان جوزها سالها فين العقد، هترد تقول له ايه؟ ما هو ده اللي انا قصدك فيه. يوم الفرح ان شاء الله هستلفه منك تلبسه مسافه الفرح، وانا بنفسي هجيبه لك يوم الصباحين. عايزين يقلع بنتك شبكتها يوم الصباحية؟ ليه؟ هجيبها هنا احطها في الدرج؟ هعلقها في الفترينة؟ مش قادر استنى يعني؟ مش عيب كده يا ام اسماء؟ هو برضه يا اخويا